ما لا تعرفه عن المورفين. المورفين هو من الإفيونات ويستخلص من نبات الخشخاش، وهو من المسكنات المخدرة القوية التي تولد الشعور بالنشوة أو السعادة. امتصاص المورفين. المورفين يمتص عن طريق الفم، إلا أن التوفر الحيوي له بيكون ضعيف جدا، لذلك أفضل امتصاص للمورفين يكون عن طريق الحقن الانجكشن، سواء كان العضلي أو الساكونتينيوس تحت الجلد. انتشار المورفين. المورفين ينتشر في الجسم كاملا، ويعبر الحاجز الدموي الدماغي وحاجز المشيمة. حوالي من 70 إلى 75% من المورفين يمر بالهيباتيك فيرست باس ميتابوليزم. يحصل في عندي كونجوجيشن للمورفين والجلوكورونيك أسيد، فيتحول إلى مورفين 6 جلوكورونايد والمورفين 3 جلوكورونايد. المورفين 6 جلوكورونايد بيكون مور أكتيف دان مورفين، بينما المورفين 3 جلوكورونايد بيكون إن أكتيف. يتم طرح المورفين خارج الجسم عن طريق البول بكمية كبيرة، ويعتبر هو الميجر روت اوف اكسكريشن اوف مورفين. هل يتم طرح المورفين بآليات او بطرق اخرى؟ ممكن عن طريق السلايفا اللعاب، او عن طريق الاستومك، او عن طريق البايل، او مع حليب الام. الديوريشن اوف اكشن اوف مورفين يستمر مدة مفعول المورفين من 6 إلى 8 ساعات، بينما التي هالف لايف او عمر النصف اوف مورفين من 2 إلى 3 ساعات، بمعنى أن المورفين يصل إلى نصف تركيزه بعد 2 ساعات من حقنه عضليا. Thanks for watching. See you in the next video.